انا جبت معلومات من عند البنت اللي مشات لعند البزناز، البنت اللي هربوها لاوروبا وبدات كتعاود بحاله هستيريه. وشكون اللي اغتصب تهامي؟ ما نزيدوش نطولوا عاد ولا نقصروا فيها، كيدير تهريب الكوكايين، من التالي الاكستازي والكوكايين، داك الشيء كيمشي مصوب وكيمشي. ها علاش ما بغاوش يبينوا؟ لان لا طاح الاول غيطيحوا بحال الدومينو، يطيح الاول غيطيح اللي فوق منه، غيطيح اللي تحت منه، غيطيح اللي مع جنبه، غيطيح اللي متكي عليه، غيطيح اللي كيوكلو، غيطيح اللي كيشربو. ومشات القضيه وغادي تنوض مصيبه بالفعل، لان كما قلت لكم راه كاينين الناس غلاضين في هذا الملف هذا. راه ما تبقاش مقصاصر على اربعه الدراري كانوا قصارين، دابزو على بنت، طيحوا له السنان، هرسوا له كذا ما كذا، هذا ما هذا. باش نقول لكم، يعني نقول لكم بالمنطق، بالمنطق حنا الناس اللي خداوه من الطبيب وداوه لطماريس، الناس موالي الكاتكاتات اللي داروا العمليه وشعلوا الاناره، هادو هما اللي بغيناهم. وشكون اللي اغتصب تهامي بناني؟ واش اغتصبوه الدراري او اغتصبوه داك الضنافل الحلال في موالي الكاتكاتات اللي جاو؟ يعني الدبابه بركات، الله يرحم لك الوالدين. ما اعترفاش، ما اعترفاش. كانوا تصوروا اعطيني دماغكم، اعطيني دماغكم ولا لا حياه طلعت تاكد لي هذا الشيء. انا ديك النهار طرحت عليه اسئله، قلت له واش وقع لك ابتزاز؟ قالت لي اه. ما بغيتش ندخل مع التفاصيل، انا عارف التفاصيل. قلت له واش عطاوك رشوه؟ بغاو يرشيوك باش تسكتي؟ قالت لي اه. نعطيكم انا، تصوروا معايا الفلوس اللي تحطت لها فوق الطبله ما يعادل المليار، المليار غير باش تسكت. هذا يدل على ان الملف خطير جدا وكبير بزاف، خنشاد الفلوس غير باش تسكت. قلت لهم انا ما نبيعش ولدي، وجا دخلوا عندها وهدوها في قلب دارها. وعلاش مخليين التليفون دابا خدام باش يحمقوها، باش يقول لها ولدك مازال حي، التليفون مازال خدام راه غير طافيه. ساعه ساعه كيعيط لها واحد من الحسيمه، ويعيط لها واحد من كذا، ويعيط لها واحد من كذا. هي ما قالتش ولدي مات. شكون اللي قال ولدي مات؟ راه هما الاخرين اللي اعترفوا، وراه كاين دليل ان خط واحد من داك الوساخات خارجه كتقول للمرحوم التهامي والله يرحمه. واش الام كتقول بان ولدي مختفي وانت كتقولي الله يرحمه؟ ومن الله يرحمه اعطينا الجثه. وهذه هي الصناره اللي حطتها لهم الام حياه في حلقهم، لا القضاة اللي حكموا ولا وكلان الدولة اللي داخلين في هذا الملف اللي واكلين مع العصابة، ولا العصابة اللي حردات باش يطمسوا المعالم ديال الجريمة ويخليوها ولدك تختفى. سير قلب عليه. الحمد لله أن لالا حياة من النساء الحديديات، أم راها معلمة مربية أجيال، راه كتخدم في التعليم، شدات مسكينة التقاعد النسبي. خوتي انا مزوق فيكم، ما تنساوش ديروا جيم، ماشي ليا انا، انا راه ما عندي راه الاجر ديالكم والاجر ديالي على الله، باش ما يضربوناش القناه، الله يرحم لكم الوالدين. ما تنساوش راه معايا 102 الناس، انا مزوق فيكم، ما تنساوش ديروا جيم اخوتي باش نبقاو مع هذا الملف. وكاين ملفات من غير هذا الشيء راه لا، هذا الشيء باش انا تنقول لكم الله يرحم لكم الوالدين، ديروا لايك، الله يجازيكم بخير. باش نقول لكم الملف ديال تهامي بناني ليست يعني مختصر او مختزل في جريمه قتل وكذا، لا 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 لا. انا كنقول لكم تهامي بناني تغتصب قبل ما يموت، وتضرب وتغتصب وهما كيحشيو فيه، كانوا كيغتصبوه وكيضربوه. انا حياه اقسم بالله كنعاود هذا الشيء، وكنتخايلك تتخايلي هذا الشيء، انا كنتاسف اقسم بالله كنعتذر لك، ولكن هذه حقيقه خاصها تخرج للناس، لان كفى بركه. قسما بالله لالا حياه، راني انا كنقول هذه الهضره هذه وكنحس بالقلب ديالك تيدمر. حتى انا اب عندي جوج الوليدات، وكنعرف شنو هي الابوه. اقسم بالله انا كنعتذر منك، لانني تنهضر بهذه الطريقه هذه، ولا كنعاود هذا الشيء هذا. ولاحوه وعيطوا البومبيه جاو، جات لابيلانس هزاتو داتو للطبيب، من الطبيب هزوه داوه لطماريس. ما كاين لا اوفردوز ولا هم يحزنون. تهامي بناني كان ظريف، انسان خلوق،
لا علاقة، ربما يكون شرب شي كاس مع شي واحد، راكم عارفين الدراري للمراهقة وكذا، ربما يكون شرب شي كاس ولا شي بيرة مع شي واحد، ولا يكون كما شي كارو، ماشي غادي نردوه مدمن المخدرات وهو عنده 17 عام. كتشوفوا غير مع غير بدماغكم، كتشوفوا امه كيفاش كتهضر، كتشوفوا الوالدة ديالو كيفاش كتتكلم، كتشوفوا داك البشاشة وداك الهضرة بالآداب، وبغا وبنت عائلة وباه بناني، باه بناني ماشي من الفروع، من الاصول. ومشرفة عالمية، مشرفة عالمية، ما غيكونش ولدها ما امبوسيبل، وهي معلمة وتكون مربية اجيال غيكون ولدها مدمن ديال القرقوبي والاكستازي، كما خرج البوليسي كيقول ما حشمتيش، والاكستازي ما كانش داك النهار، داك الايام ما كانش الاكستازي كاع، مرة ما كان. واسمحوا لي اخوتي، الله يرحم لكم الوالدين، الى ما قريتش التعاليق راه مرحبا بكم كاملين، مني راضين بيا وقابلين عليا، مرحبا بكم الف مليون مرحبا، الله يرحم لكم الوالدين، وما اجركم الا على الله، راه ما لا انا ولا انتم، راه الاجر ديالكم مع رب العالمين، لان ما كنسترزقوا، ما كنبيعوا ونشريوا، ما كنقولوا الحقيقه المهم، وما عرفناش باش غتكمل مع هاد الناس، ثقوا بيا. وانا من هنا تنحضر داك العصابه، كنحضر داك العصابه، الا وقعت لامي شي حاجه، وقعت لخوتي شي حاجه، راك انت يا ولد الثور، ولد الثور، راك انت هو المسؤول الاول، انت اختارهم، انت هو الكلوشار ديالهم، برا ما عندك الفلوس وعندك الكاتكاتات والفيلات وعندك الشركات، ولكن انت اختارهم، انت هو المجرم في الجروب، انت هو داك الحلوف في الجروب، قسما برب العباد، قسما برب العباد، ونوصلها معاكم الله، هاي قسما بالله، واللي قص شعره من امي ولا قص شعره من خوتي، تنوصلها مع يماكم الى الله، هاي باش نقول لكم اللي كاين، حق الرب اللي خلقني وخلقكم. حنا كنهضروا على هاد الملفات اخوتي، وكنقولوا هاد الحقائق باش نقطعوا الحبلين. شنو هما الحبلين؟ داك الكلاب الضاله اللي كيستغلوا هاد الملفات وكيطلعوا كيضربوا في الدوله وفي النظام. سيدنا وديرنا وهالمجرم ودير، حنا لا، حنا ملكيين وكنحاربوا الفساد، لا نقصد النظام ولا علاقتنا بالنظام، باش نقول لكم اللي كاين. وقطعت الحبل عاوتاني على داك المسترزقين اللي عاد باغيين يطلعوا على الموجه، وباغيين يركبوا على الاحداث ويطلعوا القنوات ديالهم، ويطلعوا ويديروا. اما حنا كاع طلع القناه ولا كاع لا طلع، حنا كنهضروا الحقيقه والكمال وعلى الله سبحانه وتعالى. تاج الماس، غادي نجاوبك اختي، انا كون كان طالع كنسترزق، باش نقول لك انا ما عنديش الادسنس، اذا كتفهم تاج الماس سمحوا لنا اخوتي، تاج الماس ما عنديش الادسنس، ما كناكلش ميمي، كناكلها بدراعي، اوكي، باش لازمتي كتبتي شي تعليق بحال هاد الخماج اللي كتبتي غادي نبلوكيك، اوكي. دابا انا غادي نسيبريمي لك هاد الخماج اللي كتبتي، غير باش تعرف تاج الماس، انا ماشي مسترزق، ما كنبيعش ونشري، وما كنطلعش الادسنس، ما عنديش القناه مفعله، كنطلع ندير مباشرات منها، ولكن ما تنطلعش نسترزق منها، ما عنديش الاشهارات، انا رزقي على الله، ورزقي خلاه وليد رعاتي، ما حدي مازال بصحيحتي، كنوض نتقاتل على قد الحال ونوكل وليداتي حلال. انا باش ندير الاشهارات ديال الشراب وكذا، باش نفعل القناه، لهلي جعل يماها باش تدخل شي درهم، لهلي جعلها باش تدخل لي شي درهم، اذا كنت غنوي نسترزق منها لهلي صبحني لغدا، اوكي. وما تبقايش تكتب الخماج، بقى تعرف راسك شنو كتدخل الفيديوهات ديالي، دخل الفيديوهات ديالي لقيتي ان فيهم الاشهارات وانني كندخل منهم الادسنس، نوض عاوتاني، ما عندك ما هادي، طلع وبزق عليا. يلا الله يعطيك السر. اذا الولد مني ما تغيب المخدرات، هما علاش خايفين؟ مزيان مزيان هاد الاسئله، هذه اسئله وجيهه، هذه اسئله وجيهه. قلت لكم قطعت الحبلين، الحبل اللي غينوض يضرب به الملكيه ويضرب به النظام بهذه الملفات، وقطعت الحبل ديال المسترزقين، ما عندك فين تسترزق، با حياه ما عندها فلوس، وهذه القضيه ما فيها لا جمع ولا طمم ولا خبع ولا خزن، السيده باغيه الحقيقه، ما باغيه حتى حاجه، ما باغيه حتى حاجه، لا حياه، ما باغيه حتى حاجه، باغيه غير حقيقه ولدها
تباع ويبانوا المجرمين الحقيقيين. والله العظيم اختي وي 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 قسما بالله العلي العظيم، إما عندي القناة مفعلة وأنا كندخل منها سنتيم، وكيطلعوا بكل وقاحة تيقول لك أنني أنا كنسترزق. عندك شي دليل بأنني كنبيع نشري في القضايا؟ لعنة الله وعليك حطيها حطيها، إلا كان كنسترزق حطي الدليل، اللي عنده شي حاجة ديال الاسترزاق يحط الدليل، باش كتقول لي كتسترزق؟ أنا بالعكس. انا في فرنسا علي علي اخويا، انا في فرنسا. ونزيدكم واحد القضيه اخرى، ما كاينش اللي عنده القدره نتحدى شي صحفي يدخل بهذا العمق هذا اللي دخلت به في هذا الملف هذا في المغرب ويبقى حي، او ما توصلوش فلوس او ما توصلوش تهديد. انا كنقول لكم الحقيقه علي علي قسما بالله. المهم غادي نبلوكي ماك تاج الماس، يعني بنتي لي غير حتالة، بنتي لي غير حتالة، ودي على ودنك الوساخة باش تعرف ما عرفتك واش راجل ولا امرأة، يعني كتبان غير من خلال الكلمات ديالك. انا عندي فيها 2000، كنت طماع وتنقلب على الفلوس وكنموت بالجوع وتنقلب على الادسنس، كنقول راني مني دارت 1600 نفعلها وندير فيها حتى الاشارات وندخل داك الشيء اللي كتب الله، ونوض ندير لك انا التفاهه وندير لك انا عاوتاني وندير لك البهلان وندير لك الويل وندير لك الخماج ونطلع القناه بالخماج، واش فهمتيني؟ اذا سير في حالك الوساخه، راني بلوكيتك، دير شي كونت واحد اخر واللي اجي. ما عنديش الادسنس والله، ما عنديش شي ادسنس الخوت قسما بالله. دخلوا الفيديوهات ديالي لقيتي شي اشهار، دخلت لقيتي شي اشهار، علاش ما كنبغيش نخدم التعاليق على حساب هاد الكلاب الضاله اللي كتدخل كتبقى هاو 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 هاو. عندك حلبات البقر؟ عندك الصح اختي، اختي قبيه والله الا عندك الصح بالله، بدون جثه اختي. اسماء تحياتي لك اختي. تتبت شي حاجة وزيدون دوك الدراري شي واحد مقريهم مزيان. فوالا هما هادي 14 عام راهم حطوه واللي حطوا. انا قلت لها التحليل الحدث فاش طلعت عنده، بدا كيقول لي ولدها غادي تكون اخبار جديدة وكذا وهادي وطاطا 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 وطاطا. قلت له سي تحليل الحدث في قلب، بلوكيتها اختي شيماء، والله الا بلوكيتها، الله يطول عمركم. قلت له هاد السيده هادي ولدها راه ما كاينش، قال لي لا راه كاين في مراكش. قلت له قسما بالله، وقلتي لي بان راه في مراكش نتحداك، ترى نقول لك با راه مازال راهي في مكناس، ما ماتش الوالد ديالي. قال لي لا. قلت له انا كنقولها لك، ودوزنا وكنطيح في نفس المشكل. وقلت له يعني ما كاينش المشكل اللي طحنا فيه، يعني هو ما كاينش الجديد ما كاينش. جيت انا قلت له سي تحليل الحدث فين وصلنا الميل ديال كذا؟ قال لي اخويا راه في يد القضاء. قلت له راني عارفه في يد القضاء، قلت لك واش كاين شي جديد؟ الله يطلق سراحه مسكين خويا. ولكن كيفاش عرفتي معلومات سريه بحال؟ انا نعاود لكم كيفاش عاوتاني الناس اللي ما عارفينش ولا اللي ما سامعينش ولا كذا. هذيك اللي كانت معاهم اللي عرضت عليهم العيد الميلاد ديالها، هي فاش شافت العمليه كيفاش دار وضربوه وكذا وكذا، مشات عاودت لواحد البزناز، مشات تشري من عنده الزطله ما تكيف باش تهدن، حيت هي كانت في واحد الحاله هستيريه، غير البكا والغوات ومسكينه واحد الحاله، شنو شافوا راسها غادي تعيق غادي يعيق غادي يعيق، هربوها لفرنسا ولا لكندا. المهم مشات عندك البزناز كتعاود له، عاودت لواحد البزناز، داك البزناز كان معاه واحد السيد اللي كيتصنت، سمع كل شيء والله العظيم الذي لا اله الا هو. المعلومات اللي قلت انا والله ما عطاتهم لي حياه، قسما برب العباد الام حياه العالمي، والله ما عطاتني معلومه واحده ما عطاتهاليش. انا اللي قلت لها لاله حياه هاد الناس كيفاش، قولي لي انت غير واش هي ولا لا، كنت غلط قولي لي لا. قالت لي كاينه هذه ولا ما كاين؟ قالت لي كاينه هذه ولا ما كايناش؟ قالت لي كاينه. ايوا علاش غيجيبوا البزناز؟ خلاو يجيبوا اللي قتل بناني وغيجيبوا البزناز،
علاش البزناس غيجيبو؟ البزناس غيقول لهم قالت لي فلانة،